يا جمال المنظر، زي ما احنا شايفين بقى كده، شايفين الحلاوة وجمال البينكي بودينج من الآخر، لونه روعة شايفين، والطعم كمان حكاية. اول حاجه هعملها هضيف حوالي كوبايتين كده من الميه لفتره، يعني ما هي سخنه ولا اي حاجه. كمان هضيف عندي هنا 2 باكو جيلي، اي نوع بقى جيلي عندك، توت او فراوله مش مشكله، المهم ان هو يكون لونه احمر. دول 2، ده اول واحد وده الثاني. عندي هنا بقى برضو عبوتين كده من الكريم شانتيه، لو عندك كريمة برضو كريم شانتيه اللي هو السائل ده يا ريت يبقى افضل برضو، بس انا ما عنديش منه. عندي هنا اللي هو الايه العلب، لو عندنا كريمة الخفق اللي هي السائلة هنضيف منه كوباية كبيرة، لو ما عندناش هنضيف عبوتين من الاكياس اللي هي البودر، وكوباية كده من السكر، وعندي هنا فاكهة اي نوع فاكهة عندك، بس يفضل طبعا ان يكون لونها احمر علشان يدينا اللون اللي احنا عايزينه. فراولة، توت، الموجود عندك. انا استعملت هنا فاكهة مجمدة، استعملت داري، منتجات داري حلوة جدا، كل ده كده عندي في الخلاط مرة واحدة. اجيب القالب عندي ودهنه كده ايه بالزيت، حاجه بسيطه خالص، بحيث ان انت لما تيجي تقلبي القالب عندك يتقلب بسرعه. وده شكل الخليط عندي بعد ايه ما شغلت عليه الخلاط حوالي كده من 3 ل5 دقايق، علشان كل المكونات اللي عندي تكون خلاص، يعني ما فيش اثر للسكر ولا لاي حاجه خالص. شايفين شكله عامل ازاي؟ الوان السيف بقى الجميله كده، حاجه تفتح النفس وكمان طعمه حلو جدا. في التلاجة بقى مدة كافية كده، احنا عارفين ان الحلى البارد يفضل ان انت تسيبيه كام ساعة كده حلوين، يعني لو بتعمليه من بالليل سيبيه لتاني يوم، او لو عاملاه من اول اليوم قدميه كده اخر اليوم يعني او بالليل، فيكون خد وقته كده في التلاجة علشان ايه يتمسك ويبقى كويس. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا لي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.